ظهرت صورته على واحدة من أشهر العملات النقدية العربية وهي الليرة السورية، لكن فجأة وبعد عام كامل اختفت تماماً. فمن هو هذا الرجل وما حكايته؟ سأحكي لكم في ملخص القصة. في عام 1977 قام مصرف سوريا المركزي بإصدار ورقة نقدية من فئة 1 ليرة سورية بشكل جميل جذاب. كانت القطعة تحمل صورة أحد الحرفيين، أمامه آنية نحاسية وينقش عليها رسومات دمشقية جميلة. كان وراءه بالتحديد صورة للمسجد الأموي الكبير في العاصمة دمشق، وبمجموع الصورتين أعطت القطعة النقدية لوحة فنية رائعة الجمال. وعلى اليسار من الأسفل كان هناك توقيعان، أحدهما يحمل اسم حاكم مصرف دمشق نصوح القاع، والآخر يحمل توقيع وزير الاقتصاد السوري آنذاك محمد العمادي، إضافة إلى الرسومات والأرقام. أصدرت الحكومة السورية بعد سنة واحدة أمراً بسحب جميع الأوراق النقدية من فئة الليرة الورقية من الأسواق، بعد أن أثار التصميم جدلاً كبيراً في الأوساط السورية. كانت ورقة العملة رائعة الجمال والصنعة، ولكن ما الذي جعل الناس يعترضون عليها ويطالبون بتغييرها؟ تبين أن السبب صورة الرجل على العملة، فهو رجل ينتمي لدين العبرانيين وليست ديانته المشكلة. فالشعب السوري شعب ليس طائفيا ولا يلتفت إلى أمور كهذه. المشكلة هي جمع صورة المسجد الأموي الكبير الذي هو رمز من رموز المسلمين مع هذا الرجل الذي ينتسب إلى ديانة أخرى. اسم ذلك الرجل هو جاك زيبق، وهو أول من اعترض على وضع صورته على العملة الورقية، حيث أقام دعوى على المصرف المركزي بسبب وضع صورته وعدم استشارته وأخذ رأيه فيما أقدموا عليه، وكسب الدعوى وتم الأمر بسحب القطعة النقدية من أسواق سوريا ذلك الوقت خلال فترة قصيرة. أبناء جاك لا زالوا حتى يومنا هذا يفتخرون بصورة والدهم التي وضعت على العملة ويقومون بترويجها حتى اليوم، بما أن الصور التي توضع على العملات الورقية تخص أفراداً مهمين في دولهم. ويبقى السؤال الأهم، لماذا وضعت الحكومة السورية آنذاك صورة هذا الحرفي بالذات، مع أن الشام وحلب مكتظة بأبناء الحرف الشهيرة من عائلات مشهورة ومعروفة على مستوى البلد والوطن العربي؟ ومن نوادر العملات الورقية في سوريا أيضاً ورقة فئة 500 ليرة سورية القديمة، صنفت من ضمن أجمل أوراق النقد في العالم، فقد صدرت أول مرة بتاريخ عام 1958، وصدر منها لاحقاً بعدة تواريخ كان آخره عام 1992، وكانت تسمى أم الطربوش. وارتبطت هذه العملة بالدولار الأمريكي ارتباطاً وثيقاً بعد أن كانت مرتبطة بالجنيه الاسترليني خلال الحرب العالمية الثانية وقبلها بالفرنك الفرنسي. وفي زمن إصدارها الأول عام 1958 كان الدولار الأمريكي يساوي 2.2 ليرة سورية، أي أن هذه الورقة في العام 1958 كانت تزيد قيمتها على 225 دولار. وسبب تسميتها أم الطربوش هو صورة الرأس الظاهرة على وجهها وعليه ما يشبه الطربوش، وفي الحقيقة هو وجه أمير كنعاني من مدينة أوغاريت في رأس شمريا في سوريا، وفي وسطها الرباحة حور ترضع مولودين ملكيين. أما على ظهرها فيظهر رقم أبجدية رأس شمرة، وفي الوسط حشوة مستديرة مزخرفة برسوم الحيوانات من أثار أوغاريت خلال الفترة من القرن 15 إلى القرن 13 قبل الميلاد. فهل تمتلك ليرة سورية تحمل صورة جاك؟ وهل لديك عملة أم الطربوش؟ شاركنا في التعليقات.